بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هنكمل النهاردة مع بعض أكبر شابتر معانا، هو شابتر الإير. النهاردة الحصة متقسمة 3 أجزاء. حصة النهاردة تقيلة، يمكن أولها سهل شوية، بعد كده هنبدأ ندخل في الصعب. فالنهاردة عايز شوية تركيز تركيز تركيز. لو في كوباية قهوة ولا حاجة أعملها وأبدأ أسمع الحصة. اول حاجه عايز اقول لك ان في غدتين معانا، غده اسمها سيريومينوس وغده اسمها سيبيشيس. الغدتين دول موجودين في الجزء اللي هو الاكسترنال كارتليجينوس. من ايه؟ من الاكسترنال اير. الاكسترنال اير فعلا كان فيها اوتر كارتليجينوس والانر بوني. طب الاوتر كارتليجينوس ده انا كنت قايل لك فيه غدد. فعلا الغدد اللي موجوده فيه غده اسمها سيريومينوس وغده اسمها سيبيشيس. الغدتين دول اشتركوا مع بعض يا سيدي في ان هم صنعوا حاجة جميلة جدا اسمها واكس، اسمها شمع، شمع الأذن. بس احنا عارفين ان اي حاجة ليها فوائد، وفي نفس الوقت لو زادت عن حدها قوي ليها اضرار. تعالى بس الاول واحدة واحدة هقول لك الابيسيليوم ده اللي موجود جوه بتاع الاكسترنال اير المفروض بيحصل له حركة اسمها ميجريشن. ميجريشن دي يعني لو دي طبقات الابيثيليوم اهو بيلف على بعضه كده، بيتحرك كده، بيتحرك كده. الحركة دي لو هو شايل شمع، شمع اهو، الشمع على ايدي، مع الحركة دي الشمع ده بيبدأ يخرج بره الودان. دي حاجة ميكانيزم لطرد الشمع، عشان الشمع ده يخرج بره الودن، يعني يتكون ويفضل يقعد شوية بعد كده يبدأ يخرج. طب هو الشمع ده لو المشكلة دي حصلت، مشكلة ايه بالظبط؟ مشكلة الشمع هي ايه؟ مشكلة الشمع مشكلة ان الابيسيليوم ده حركته ما بتخرجش الشمع بره، ما بتطردوش بره. شفت اللي انا بقوله؟ ما بتطردوش بره، يعني الشمع ده فضل موجود في الودان من جوه، فضل يتكوم 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 لحد ما سدها. سدها يعني هيرنج لوس، هيرنج لوس. طبعا كونداكتيف هيرنج لوس، لان المشكله في الاكسترنال اير الصوت مش عارف يدخل من بره لحد التمبانيك ممبرين. انا كل ده بقول مقدمه، كل ده بقول مقدمه. طيب الفانكشن بتاعت الواكس ده، الواكس ده اكيد ليه وظيفه ربنا خلقه عشانها. اول حاجه ان الواكس ده هو عباره عن ماده شمعيه، ماده شمعيه بتلزق. لو انت خدت بالك من مناخيرك الشمع اللي بيطلع ده هتلاقيه بيلزق، بيلزق. التلزيقه دي بتعمل حاجه اسمها لوبريكيشن للسكين، للجلد. الجلد ده لو نشف هيبدا يتشقق، هيبدا يعمل جروح، هيبدا يوجعك. طبيعي دي حاجة يعني عند البنات شوية، عارفين المرطبات؟ المرطبات اللي هو الكريمات الترطيب دي والماسكات والحاجات دي. الجلد لما بينشف بيشقق، ما بيبقاش جلد طري، لا بيشقق، بيبقى ناشف، بيبقى فيه جروح. طبيعي برضو السكين بتاع الاكسترنال اير محتاجة حاجة برضو ملطف. الواكس ده بيشتغل كالوبريكيشن فعلا، بيلطف شوية الجلد وبينعم الجلد. تاني حاجة أي تراب، أي دوست، أي فورين بودي، أي ناموس هتدخل هتمسك فين؟ في الواكس. الواكس يمسك فيها يقفش فيها وخلاص كده، ما تدخلش على التمبانيك ممبرين. الواكس ده في حاجة أو مواد بتقتل الفطريات والبكتيريا، يعني بيشتغل برضه كدرع حماية أو كدرع مناعي ضد الفطريات وضد البكتيريا، عشان دي فتحة على الشارع. يعني الودان دي ليها فتحة على الشارع برضه، لازم يبقى ليها جدار حماية. الواكس ده هو الحماية بتاعت الاكسترنال ايرو بتاعت الودان. الاكيوميليشن بتاع الواكس ممكن اقول لك، او اللي انا قلت لك مقدمة عنه في الاول ده، الابيسيليان ميجريشن وحركة الابيسيليان. ليه بقى كوزس؟ 4 كوزس بالظبط. اول كوز هو سبب انا مش مسؤول عنه، انا ماليش دعوه بيه، انا ماليش علاقه بيه خالص، هو ان انا اتولدت باكسترنال اوديتوري كانال ضيقه، ضيقه.
لو الاكسترنال اوديتوري كانال دي واسعه واسعه مش هتتسد، وكمان هتطلع الواكس ده بره بسهوله. انما لو انت اتولدت بيها ضيقه، اولا الواكس ده مش هيطلع، ثانيا اي شويه واكس قد كده هيقفلوه. اتنين من صنع الانسان، اتنين من صنع الانسان او من اسباب غلطات الانسان. اول غلطه اللي انا ما بحبهاش واللي انا دايما بقول لكم عنها، السلاكه بتاعت الودان. يفضل يدخل السلاكه بتاعت الودان فيدخل الواكس ده من بره لجوه، فيحشر الواكس ده في الاكسترنال اوديتوري كانال. تاني حاجه الشامبوهات والصابون، يبدا يدخل صابون وشامبو. الشامبوهات والصابون ده عباره عن مواد كيماويه يا جماعه، مواد كيماويه بتعمل اريتيشن للسكين. انت خلي بالك لما بتحط الشامبو على راسك وتسيبه شوية، تسيبه 5 دقايق، في شامبوهات مثلا تسيبها 5 دقايق، دي مواد كيماوية بتحس ان فروة راسك ابتدت تفور تاكلك بالمعنى البلدي كده. كذلك برضو الشامبوهات دي في الودن جوه، تخيل في فتحة الاذن دي لما يدخل فيها شامبو يعمل اريتيشن للسكين، هيبدأ يزود الميوكس، يزود الواكس، السيريومنس جلاند تبدا تشتغل، سبيشس جلاند تبدا تشتغل، يبدا يعمل اريتيشن فظيع جدا فيزود الواكس. بعد كده الديهايدريشن. الديهايدريشن هو سبب في الجسم عامة. الجسم عامة في جفاف، يعني في ديهايدريشن. ديهايدريشن بيقلل المية شوية اللي موجودة في الشمع. طب المية اللي موجودة في الشمع دي بتخلي الشمع سائل، لما بيبقى سائل بيتحرك أسرع، حركة السوائل أحسن وأسرع من حركة المواد الصلبة. فلما يبقى سائل أكتر يتحرك أحسن فيطلع بره الودن أسرع وأحسن. طب دلوقتي أنا عندي جفاف، عندي ديهايدريشن، فالواكس ده ما فيهوش مية. أدام ما فيهوش مية يبقى حركته أبطأ، وهيبقى الواكس كلمة جميلة قوي بيطلق عليه هارد، هارد واكس. تلاقي الواكس طالع من المناخير ناشف، ناشف حاجة كتلة ناشفة كده من الودان، قصدي آسف، طالع ناشف. تاني يا دكتور، الكوزس بتاعت الواكس اكيوميليشن، وخلي بالك ده سؤال ريتن، اكتب عليه سؤال ريتن بعد اذنك. كوزس اوف واكس اكيوميليشن يا دكتور، سبب طبيعي انا مولود بيه ان انا عندي نارو اكسترنال اوديتوري كانال، القناة بتاعتي ضيقة. سببين من غلطتي، اول حاجه ان انا بدخل شامبو، بدخل صابون، او بدخل السلاكه بتاعت الودان فبدخل الواكس جوه زي ما شرحت. الرابعه ده سبب من الجسم بتاعي ان في ديهايدريشن او جفاف، مفيش ميه، فالواكس بقى هارد، بقى ناشف. الكلينيكال بيكتشر بتاعتي ان لو في واكس اكيوميليشن زي ما قلت لك هيسد فتحه الاذن، فهيحصل هيرنج لوس. هيرنج لوس طبعا بيبقى كوندكتيف هيرنج لوس، مشكله في التوصيل. هلاقي براونش ماس طالعه من الودان. بص شايف ده؟ ده الواكس. لو خدت بالك هنا هتلاقي ماس في الودان من جوه. الماس دي بتبقى دارك براون، بتبقى لونها بني او لونها اصفر. التريتمنت، تريتمنت الواكس ايه يا دكتور؟ تريتمنت الواكس عندي حلين، عندي حلين. بص بقى، وفي الحالة دي لازم اعتمد على الحلين بنظرتي، نظرتي بكررها تاني، نظرتي للواكس. ايه يا دكتور ده انت بتقول ايه؟ فهمني كده. بص يا سيدي، اولا علاج الواكس اكيوميليشن هو الاير ووش، هو الغسيل، ان انا اغسل وداني. الاير ووش بغسل ازاي؟ هقول لك دلوقتي كمان شوية الدرس اللي جاي، بس تعالى بس اقول لك على حاجة. لو انت بتضرب ميه بالسرنجه في حاجه صلبه، هل الحاجه الصلبه دي هتتحرك؟ طب لو بتضرب ميه في حاجه طريه شويه هتبدا تتفتت شويه وتطلع. يبقى انا دلوقتي بنظرتي للواكس ده هشوفه هو هارد واكس صلب ولا الواكس طري شويه. لو طري شويه هعمل اير ووش هيطلع، هيتصلح الموضوع. طب لو هارد هضطر الاول ان انا اعمل خطوه قبل الاير ووش، ان انا فتت الواكس ده، ان انا اخليه طري بحاجه اسمها هيدروجين بيروكسيد او جليسرين باي كربونيت، انا بشاور لك عليهم بالموسى. لو هارد بطريه، لو حاجه ناشفه صلبه قوي بطريها بشويه
هيدروجين بيروكسيد او جليسرين بايكربونات. اول ما يطرى ابدا بقى اعمل اير ووش بالسرنج. الاير ووش اول انديكيشن لواكس اكيوميشن زي ما انا بشرح دلوقتي. خدنا قبل كده الاوتومايكوزس، فاكرين الاوتومايكوزس اللي هو كان شبه الجريده نيوز بيبر اللي هو كان فطريات النجر والكانديدا. فورين بودي، بس هنا شرط الفورين بودي ما يبقاش ايه، قول لي كده ما يبقاش ايه. كان في حاجه كونترا انديكيشن للاير ووش، كان ايه يا دكتور؟ كان ايه يا دكتور؟ قول. انا سامعك كنت بتقول الفيجيتابل، الحاجات اللي انا لو سقيتها ميه هتتنفخ، لو سقيت ميه تتنفخ. فانا لو سقيت ميه على الفيجيتابل زي البسله زي الخضروات عموما هتتنفخ كده، هتشرب الميه وتتنفخ، فهتسد القناه مش عارف اطلعها بالاير ووش. يبقى انا ممكن اعمل اي حاجه تانيه غير الفيجيتابل او الحاجات اللي بتتنفخ بالميه. الكالوريك تيست لسه الكلام ده قدام، الكالوريك تيست هيجيله لقدام. كونتر انديكيشن، ايه الموانع اللي انا ما ينفعش اعمل فيها اير ووش؟ لسه قايل لك الحاجات اللي بتتنفخ، الحاجات الفيجيتابل. التمبانيك ممبرين بيرفوليشن، ايه ده؟ تمبانيك ممبرين مخروب، فانا لو دخلت ميه من بره الميه ده اهي هتوصل وتدخل للميدل اير. الميه دي لو وصلت ودخلت للميدل اير ايه اللي هيحصل؟ هتروح فين؟ يا اما هتعمل مشاكل في الانر اير يا اما هتنزل في زور العيان. تاني، لو في تمبانيك ممبرين بيرفوريشن، الطبله مخرومه، يعني وليكن دي الطبله هي مخرومه هكذا، وانا حطيت ميه من هنا، الميه دي هتمشي تمشي تمشي تروح فين؟ للميدل اير هنا. في هنا انر اير وفي هنا اوستيكيان تيوب بتوصلها بالنيزوفاركس. الميه دي يا اما هتعمل مشاكل في الميدل اير في الاوسيكلز بتاعت الميدل اير، يا اما تعمل مشاكل في الانر اير، يا اما تنزل تحت في زور العيان، ودي طبعا مشكله. اوتايتس اكسترنا، لو في التهاب في الاذن الخارجيه، التهاب في الاذن الخارجيه يا معلم يعني السكن بويز. السكن فيه التهاب يا دكتور السكن فيه التهاب ما ينفعش تحط عليه ميه. ويا سلام لو في انفكشن، يا سلام لو في بكتيريا او في حاجه جامده، يعني حاجه بكتيريا من اللي هي بتحب الميه بالذات، مثلا سودوموناس مثلا. لسه قايل لك السودوموناس امبارح او الحصه اللي فاتت على طول، كنت قايل لك انها بتعمل مالجنت تايتس اكسترن. ايوه فاكر، الانفلاميشن عموما في اللوتاتس اكسترنا ممنوع ان انا احط ميه. فيستولا بين الميدل اير والانر اير، عارف الفيستولا دي هتخلي العيان يعمل كده. بص انا قاعد كده اهو والدكتور بيغسل، هقوم انا عامل كده. ايه اللي انا عملته ده؟ ده فيرتايجو، العيان هيدوخ مني وممكن يقع. يبقى لو في لابرنسايتس، في فيستولا بين الميدل اير والانر اير، والكلام ده لسه في الانر اير قدام، طبعا ممنوع ان انا اعمل اير ووش. التكنيك بتاعها ان انا بص شايف كده الراجل ده بيدخل السرنج اهو، بيدخل السرنج. هل بيدخل السرنج كده على طول ويضغط على الميه ويدخل الميه جوه؟ لا لا لا، ازعل منك قوي لو قلت لي ان هو بيعمل الحركه دي. فاكر زمان لما كنت قايل لك ان الاوتر كارتريجنس ماشي في طريق والانر بوني ماشي في طريق، يعني القناه ده هي مش على استقامه واحده، لا القناه ده هي فيها دوران او فيها حوده. يا سيدي القناه ده هي مش مستقيمه، فانت لازم تخليها مستقيمه عشان تعرف تخلي اتجاه الميه صح. فهتعمل ايه؟ زي ما علمتك زمان، هتشد الودان دي لفوق والورا، لفوق لفوق والورا كده. انا بخلي القناه ده هي مستقيمه لان انا بحرك الاكسترنال او الاوتر وان ثيرد اللي هو كارتليجينوس. بيقول لك بقى هنا ان انت لازم تستخدم ميه دافيه شويه، ما تستخدمش طبعا ميه سخنه عشان ما تاذيش العيان، ما تستخدمش ميه ساقعه عشان ما تاذيش العيان برضو. بي جنتل، بي كيرفول، ما تضغطش قوي على السرنجه، لانك لو ضغطت قوي اندفاع الميه ده هيروح، ممكن يخرم التمبانيك ممبرين، وده اللي هقوله لك دلوقتي في الكومبليكيشن. تعالى في الكومبليكيشن والمضاعفات. المضاعفات اول حاجه تروماتيك،
تاني حاجه انفكشن، تالت حاجه ريفليكس، رابع حاجه فيرتايجو، خامس حاجه فولت تكنيك. دكتور دكتور، وانت عمال تقول انيميريت كده، انا متعود ان انت بتشرح كل حاجه. اقول لك ما انا فعلا بشرح كل حاجه واشرح لك كل حاجه، فتعالى بقى اقول لك ان انت وانت بتدخل السرنجه الحديده بتاعت السرنجه دي، السرنجه دي قد كده، حاجه ضخمه وحديد، حديد سرنجه كده وحديد، السن بتاعها حديد. فالحديد ده وارد ان هو وانت بتدخله هوب تعمل جرح في السكين، لو انت مش ايديك واخده على الموضوع قوي، لو انت مش سكيلفول قوي، مش مهاري قوي، مش متمكن من الموضوع. وخصوصا الممرضات اللي بتعمل الموضوع ده، عشان ساعات في دكاتره بتكسل في بعض الاماكن، والممرضه هي اللي تشتغل تعمل فولت تكنيك، تدخل السرنجه غلط في السكين، تعور السكين، تعمل اوتايتس اكسترن على طول، جرح ووند. تاني حاجة ان انت تضغط قوي بسرعة، تتك بسرعة على المية، اندفاع المية ده ممكن يروح على التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين ده طبلة ممبرين يا حبيبي، خفيف خفيف. اندفاع المية ده ممكن يخرمه. تمبانيك ممبرين برفوريشن، تمبانيك ممبرين برفوريشن يعني المية دي دخلت في الميدل اير، زي ما قلت لك من شوية تبوظ الاوسكلز اللي موجودة في الميدل اير، تنزل تحت في الاوستيكيان تيوب، العين يحس بالميه في زوره، تبوظ الانر اير وتفر يا راحه. فين بقى المهم ان انت دلوقتي عندك اتنين تروماتيك، يا اما بالسرنجه نفسها يا اما باندفاع الميه. انفكتيف لسه قال لك ان لو واحد عنده تايتس اكسترنا وعنده حاجه بكتيريا بتحب الميه، معظم البكتيريا بتحب الميه، معظم الفانجاي بيحب الميه، ما ينفعش ان انت تدخل ميه بشكل كبير، ما ينفعش ان انت تدخل ميه مش نظيفه، لازم تبقى الميه دي نظيفه، الميه دي لازم تبقى سترايل. لو الميه دي مش نظيفه فانت بتزود فرص العدوى، وارد ان يحصل فيه التهاب، وارد ان يحصل فيه اوتايتس ميديا، وده اللي احنا هنتكلم عنه. لسه قالك ان في حاجه اسمها فيرتايجو، او حاجه اسمها دوخه او نستيجمس، تلاقي عينه عماله تعمل نن العين كده، والقرنيه عماله تعمل كده ستيجمس او فيرتايجو، تلاقيه بيدوخ او يغمى عليها. الفيجاس، فاكرين الريفلكس فيجاس؟ ريفلكس فيجاس ايام الشرع الجميل. ريفلكس فيجال انهبيشن على طول ممكن يخش منك في السنكوب او كف، يقعد يكح كح كح. دي بالنسبه للريفلكسات، او بالنسبه للفولت تكنيك، ان انت لو داخل تطلع فورين بودي فانت بتدخله جوه اكتر، بتزقه بتدخله جوه اكتر. لحد هنا والكلام السهل كله دكتور انا قلته، والكلام ده ما فيهوش اي شرح كتير بالنسبه اللي كان. تمبانيك ممبرين اكتب عليه بس مؤجل لما بعد الاوتايتس ميديا، يعني هو النهارده باذن الله في الحصه، بس بعد ما اخلص الاوتايتس ميديا. ديزيزز اوف الميدل اير يا دكتور، عايز افكرك كده زمان ايام الميدل اير. الميدل اير كليفت ده كان بيتكون من ايه؟ اول حاجه كان بيتكون من ما بعد التمبانيك ممبرين اوسيكلز، كان فيه الماستويد، ماستويد اير سيل، كان فيه الاوستيكيان تيوب، كان فيه الاوستيكيان تيوب. امراض الميدل اير بتتقسم ل كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينيوس. قاعدة الستين اللي احنا ماشيين بيها على طول، congenital traumatic inflammatory neoplastic، دي قاعدة الستين. اول حاجة congenital ممكن يبقى فيها هايبوبليزيا، ممكن يبقى فيها ابليزيا، مش عايزها دلوقتي، انا عايز ادخل على طول في الانفلاماتوري. تعالى الاول اقول لك النيوبلاستيك انه ممكن يبقى فيه جلوموس تيومر او سكويموس سيل تيومر، كل ده انا بقول لك انيوميريشن شوية لحد ما ادخل في المهم. تعالى بس انا عايز اشرح على طول الانفلاماتوري، انا داخل في الانفلاماتوري على طول، لان الانفلاماتوري هو الاهم على الاطلاق، اهم درس في الاي ان دي. تركيزك كده معايا وذهنك حاضر معايا، ولو في حاجه زياده انا قلتها عايزك تزودها في الكتاب، معلش فقلمك قلمك وكتابك معايا كده، والحاجات اللي انا هزودها زودها. هنرجع كده كده بعد ما نشوف الصور، بعد ما نشوف الحاجات المهمة نرجع للكتاب بقى نزود، نرجع للكتاب نشوف ايه اللي فيه بالظبط، نشرح الكلام اللي فيه، لو في كلمة زيادة في كلمة ناقصة وهكذا زي ما بنعمل كل مرة. بس انا عايز اشرح في الاول، عايز اقول لك ان الانفلاميشن بتاع الميدل اير
متقسم زي انفلاميشن عادي في الدنيا. انفلاميشن العادي في الدنيا يا اما اكيوت يا اما صوب اكيوت يا اما كرونيك. طب ايه الفرق يا دكتور بينهم؟ هو في فروقات بس اهم فرق او الفرق الجوهري هو في الانسط، في البدايه، في بدايه الديزيز. بدايه الديزيز بيقول لك ان هو لو اقل من 3 شهور من 3 اسابيع الانسط بتاعه يبقى ده اكيوت. اكيوت اقل من 3 اسابيع. طب لو الانسط من 3 اسابيع ل 3 شهور سب اكيوت. سب اكيوت. طب لو الانسط اكتر من 3 شهور ايوان يبقى ده كرونيك. دي مش موجوده في الكتاب فحاول ان انت تزودها. مش موجوده في اول الدرس فحاول ان انت تزودها في الاول كده. جنب التعريف زودها. يبقى دكتور اكيوت اوتيتس ميديا الانسط بتاعه اقل من 3 اسابيع، اقل من 3 اسابيع. السب اكيوت اوتيتس ميديا الانسط بتاعه من 3 اسابيع ل 3 شهور. الكرونيك اكتر من 3 شهور. في فروق تانية يا دكتور؟ اه في فروق تانية. اول فرق السيمتومز. السيمتومز سيمتومز الاعراض. انت عارف ان اي اكيوت، اي اكيوت انفلاميشن في الدني بيبقى معاه كلمه زمان فاكرينها من الباثولوجي، يرجع بالذاكره ورا كده. اه كان في كلمه اسمها فاهم. فاهم فيفر انوركسيا هيدك ماليز. فيفر انوركسيا هيدك ماليز، سخونيه، حراره، صداع، انوركسيا نفسه غمى عليه وماليز. الكرونيك ما كانش فيه فاهم. يعني الاكيوت فيه فاهم، الكرونيك ما فيش فاهم. الاكيوت يا دكتور كان عباره عن انفلاميشن في الميوكوزا. ميوكوزا ميدل اير كان بتتكون من ميوكوزا، طبقه ميوكوزا، وتحتها العظم، العظم اللي هو كان بريوستيوم وعظم. الاكسترنال اير كانت بتتكون من جلد سكن وتحتها عظم او كارتلج. الميدل اير ميوكوزا هي اللي مغطيه العظم. لو الميوكوزا دي هي اللي التهبت بس زي ما بقول لك اكيوت، اكيوت بيعمل التهاب في الميوكوزا. طيب لو الالتهاب في الميوكوزا ونزل ما تحت الميوكوزا يعني عمل انفلاميشن في البريوستيام بتاع البون، يعني ده كرونيك. كرونيك. طب يا دكتور زود دي معلش، لو عمل انفلاميشن في الميوكوزا وفي البريوستيام ونزل للبون اللي تحتيه ده كومبليكيشن للاوتيتس ميديا. انا بكرر، هكرر تاني تكراري علم الشطار. الاكيوت انفلاميشن في الميوكوزا، لو الميوكوزا مع البريوستيام كورونيك اوتيتس ميديا. طيب لو الميوكوزا مع البريوستيام مع البون الثلاث حاجات يبقى ده كومبليكيشن. الاكيوت اوتيتس ميديا هو ده اللي انا عايزه النهارده، ده اللي انا عايزه النهارده بصراحه كده. الديفينيشن زي ما بنبدا اي مرض، عايزين بعديه ايتيولوجي، عايزين باثولوجي، عايزين كلينيكال بيكتشر، عايزين تريتمنت. الباثولوجي انا هقوله عشان تفهم الكلينيكال بيكتشر، عشان تفهم الكلينيكال بيكتشر، تعرف تطلع الكلينيكال بيكتشر بفهمك، تعرف كمان تطلع تريتمنت. الديفينيشن، الديفينيشن لسه قايل لك ان اكيوت اوتيتس ميديا هو عباره عن التهاب في طبقه الميوكوزا اللي فين؟ اللي في الميدل اير. طيب افتكر كده انا لسه من شويه قايل لك ان الميدل اير دي عباره عن كافيتي، كافيتي وفي يوستيكيان تيوب وفي اوسيكل وفي ايوه يا دكتور. يعني انت دلوقتي لازم تقول لي كلمه ميدل اير كليفت عشان تشمل كل الميدل اير. التهاب في الميوكوزا بتاعه الميدل اير، اظن التعريف ما فيهوش اي حاجه، التعريف اصلا هو عنوان الدرس. طيب ايتيولوجي، الايتيولوجي هنا انا بحب ان احنا نقسم الايتيولوجي. ادام ده التهاب يبقى بيتقسم لاورجانيزمز، الحاجات اللي عملت المشكله. تاني حاجة مود اوف ترانسميشن، الحاجات دي جت منين. تالت حاجة بريديسبوزنج فاكتور. تعال نشوف كده الكوزيتيف اورجانيزمز هي بتتسكن في كلمة سهم. استاف استريبت، استاف استريبت،
الاتش هيموفيلس انفلونزا، الام موراكزيلا كاتارالس. استريبت نمونيا، هيموفيلس انفلونزا، موراكزيلا كاتارالس. دكتور هو احنا معلش بصراحة كده احنا دارسين مايكرو. احنا خدنا مايكرو قبل كده وكمان خدنا في شيست. انت الحاجات دي كلها، البكتيريات اللي انت قلتها دي كلها بتاعت شيست، يعني بالطريقة دي ان السبب الرئيسي والسبب رقم واحد، السبب الاساسي للاوتيتس ميديا، اكيوت اوتيتس ميديا، هي امراض الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. شايف من اسماء البكتيريات ده اهي، البكتيريات دي معظمها بتاعت الشيست، معظمها بتصيب الشيست فعلا. يبقى ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن بيؤدي لاوتيتس ميديا. ولذلك تعالى كده للمود اوف ترانسميشن. اول كلمه في المود اوف ترانسميشن اوستيكيان تيوب. يعني الاوستيكيان تيوب ده بتوصل امراض الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، امراض الجزء العلوي من الشيست، امراض الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، بتوصل للأوتيتس ميديا عن طريق الأوستيكيان تيوب. الأوستيكيان تيوب زي ما احنا عارفين ان هي بتوصل الميدل اير كليفت او الميدل اير كافيتي، بتوصله بالنيزوفاركس. النيزوفاركس ده هو اول حاجة فوق في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. طيب لو واحد عنده اللحميه يا سيدي، لو واحد عنده لحميه، اللحميه دي موجوده في النيزوفاركس وخصوصا في الاطفال، معرض ان هو الانفكشن لو جه هيدخل على طول من الاوستيكين تيوب، او معرض ان الاوستيكين تيوب دي تتقفل. طب لو واحد عنده ساينوسايتس، ساينوسايتس اهي، بص اهي، ساينوسايتس فيها انفكشن وبتصب في الفاركس والنيزوفاركس والمناخير. طيب مش وارد ان الانفكشن ده يجي من هنا من نيزوفاركس يمشي في الاوستيكيان تيوب ويطلع للميدل اير؟ دي حقيقه بتحصل ياما قوي، بتحصل ياما 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 قوي. طيب دكتور بقول لك ايه بصراحه كده، كلنا بيجي لنا دور برد، كومن كولد، هل الكومن كولد ممكن يعمل اوتيتس ميديا؟ طيب بص كده، ادي الاوستيكيان تيوب موصله النيزوفاركس بالميدل اير. ما ده اللي انت عمال تقوله. طيب هو الكومن كولد مشكله فين؟ مشكله هنا، مشكله في النيزوفاركس والنيزال كافيتي. طيب ما ممكن يوصل فعلا، يبقى انا دلوقتي عندي سبب اساسي، سبب رئيسي للاوتيتس ميديا هم امراض الجهاز التنفسي الابر. بعد كده عندنا المود اوف ترانسميشن الثاني وهو صعب شويه، من الاكسترنال اوديتوري كانال. طيب لو بدماغك كده، بدماغك بالبديهه مش محتاجه شرح ولا كلام طبي، بدماغك كده انفكشن بره الودن، بره الودن هنا كده، ازاي يدخل للميدل اير كافيتي؟ صعب. ليه؟ لان في تمبانيك ممبرين هيحوش الانفكشن ده ان هو يدخل. طب الحاله الوحيده اللي تخلي الانفكشن ده يدخل من بره، يدخل على الميدل اير كافيتي، ان التمبانيك ممبرين ده هو مخروب. يبقى الاكسترنال اوديتوري كانال تدخل الانفكشن للميدل اير عن طريق خرم في التمبانيك ممبرين، بيرفوريتد تمبانيك ممبرين. ودي الامراض اللي احنا هناخدها اخر الحصه. في سبب تاني، بلاد بورن انفكشن، وده صعب قوي، صعب 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 صعب، ليكن مستحيل. طيب ليه يا دكتور؟ اولا هو انت عايز بايميا في الدم او بكتيريميا او سبتسيميا، بكتيريا وتوكسنز وحاجات كتير كده ماشيه في الدم انها تروح للاذن وتعمل اوتيتس ميديا، والعين يجي لك يشتكي باوتيتس ميديا. صعب ليه؟ لان لو في بكتيريا، في سبتسيميا، في بايميا في الدم، من الباب اولى ان العيان هيجي يشتكي
بتوكسيك مايوكاردايتس. توكسيك مايوكاردايتس هيجي يشتكي بالتهاب في القلب، البكتيريا دي هتضرب في القلب، ده طبيعي يعني، اكيد مش هيسيب قلبه ويجي يشتكي لك من ودانه. اوتيتس ميديا بالذكاء كده ممكن تضرب اللنج، ممكن تضرب اي حاجه تانية، اي اورجن في الجسم. يبقى انا دلوقتي عندي اهم سبب، اهم سبب هو اللي انت لازم تكتبه، المود اوف ترانسميشن الاساسي الاساسي الاساسي، اوستيكن تيوب. اوستيكن تيوب بريد ديسبوزنج فاكتور، ودي السكيما اللي انا بقول لك عليها من اول يونيتي، من اول يونيتي على طول. تقولي ديزيزز زي الديبليتيتنج ديزيزز، واحد عنده الايدز، واحد عنده دايابيتس ميليتس، دراجز زي السيتوتوكسيك دراجز، زي الاميونو سبريسيف دراجز، زي الكورتيزون، الحاجات اللي هي بتقلل المناعه، سواء امراض او دراجات. نيوتريشنال ديزيز، واحد عنده مشكله في الامتصاص، وليكن عنده اي مشكله تعمل مال دايجيشن، واحد عنده مشكله تعمل مال ابزوربشن، مشكله في الهضم او مشكله في الامتصاص. الناس اللي هي في مجاعه في افريقيا، في دول افريقيا ده بيبقى عندهم ستارفيشن، ستارفيشن ما بياكلوش كويس، ما فيش مناعه خالص، فيش مناعه بجنيه عندهم، فيش مناعه بجنيه اصلا. يبقى انا دلوقتي عندي سكيما دراج وديزيزز ونيوتريشنال بروبلمز. ده بالنسبه للايتيولوجي، احنا قلنا في الايتيولوجي ايه؟ كوز اوف اورجانيزمز، مود اوف ترانسميشن، وبري ديسبوزنج فاكتور. الباثولوجي وانا عايزه عشان ما هو قادم، ما هو قادم. اول حاجه في الباثولوجي عايزك تفتكر دايما دور البرد، دور البرد اللي بيجي لك، دور البرد اللي بيجي لك بيعمل حاجه اسمها كتاره الانفلاميشن، انفلاميشن في الميوكوزا، انفلاميشن في الميوكوزا، كتاره الانفلاميشن. يبقى اول حاجه عندي تيوب الكتاره، تيوب الكتاره فين؟ في الاستيكن تيوب، بيقفل الاستيكن تيوب. بعد كده كتاره الاوتيتس ميديا، الانفلاميشن اللي كان في الميوكوزا بتاعت الاوستيكين تيوب طالع على الميدل اير، عمل انفلاميشن في الميوكوزا بتاعت الميدل اير. بعد كده هيعمل سافيوراتيف اوتيتس ميديا، يكون صديد. بعد كده يعمل بيرفوريشن للتمبانيك ممبرين، الصديد ده يبدا ياكل في التمبانيك ممبرين فيعمل بيرفوريشن. بعد كده ريكفري. دكتور واحده واحده بقى عشان احنا هنطول شويه في موضوع الباثولوجي، تعالى كده معايا. شايف دي؟ دي ايه؟ دي الميدل اير كليفت، ده الميدل اير كليفت، وده ما هو بره، يعني على جانبي التمبانيك ممبرين لازم يبقى الضغط متعادل، الضغط متعادل، الهواء بره ليه ضغط، والهواء جوه ليه ضغط. يبقى على جانبي التمبانيك ممبرين لازم يبقى الضغط يا دكتور متعادل، اللي بيقوم بهذه الوظيفه كانت الاوستيكيان تيوب. ايوه اوستيكيان تيوب. ده انا اول كلمه لسه قايلها في الباثولوجي ان الاوستيكيان تيوب بيحصل فيها تيوب الكتاره، اللي هي كانت مسؤوله عن تظبيط الضغط في الميدل اير عشان تعادل الضغط اللي بره عشان التمبانيك من بقى. الله 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 الله. يعني اول نصيبه هتحصل هنا ان دي هتبوظ اللي انا بشاور لك عليها بالماوس دي، الاوستيكيان تيوب، فهتتقفل. اما يحصل انفلاميشن في الميوكوزا هتتقفل، تتقفل. لما تتقفل في هواء هيدخل؟ لا. طب الهواء اللي جوه هيمتص، معنى كده ان الضغط بره هيبقى اعلى من الضغط اللي جوه، يعني الضغط اللي جوه مفيش هواء، يعني في نيجاتيفيتي في البلاد، في البريشر على الجانب بتاع الميدل اير، نيجاتيفيتي في البريشر على الجانب بتاع الميدل اير. ده دكتور بقول لك ايه، زمان زمان لما احنا كنا صغيرين والبالونه كانت بتفرقع، البالونه دي لما كانت بتفرقع كان باباك او اخوك الكبير او مامتك بيجيبوا البالونه المفرقعه ويجيبوا حته منها كده ويشفطوا البالون، وبعد كده يربطوها، بيعملوا حاجه اسمها زوزيقه. هو المثال بلدي وطفولي شويه بس هو اللي هيفهمك، والله العظيم المثال ده هيفهمك اللي حصل بالظبط.
شفت الزقزقه دي؟ النيجاتيف بريشر اللي انا عملته ببقي والزقزقه او البالونه دي هي التمبانيك ممبرين. يعني بقي الميدل اير في نيجاتيف بريشر نتيجه ان انا شفطت الهواء، شفطت الهواء، فالزقزقه ده هي التمبانيك ممبرين، وبره او الناحيه دي في هواء. طيب انا شفطت والنيجاتيف بريشر خلى البالونه تدخل جوه بقي، فعملت بقليله او عملت زقزقه. هي دي اللي حصل بالظبط. بص كده بقى، تعالى والله حوار الزقزقه ده جميل قوي، يعني موضوع الزقزقه او مثال الزقزقه ده هو اللي حصل بالظبط. هو مضحك شويه بس هو اللي حصل. بص كده، الميدل اير اهي، الميدل اير دي الهواء اللي فيها اتشفط، اتشفط نتيجه ان في اوبستراكشن هنا في الاوستيكن تيوب، ما بقاش يخش هواء. طيب التمبانيك ممبرين ده انت عارف ان هو ممبرين، بالونه، بالونه، الشفط في الهواء ده هيخلي التمبانيك ممبرين يعمل زقزقه. يا سلام يا دكتور، والله العظيم لما تشبه التمبانيك ممبرين بالزقزقه فيعمل حاجه اسمها ريتراكتد تمبانيك ممبرين. تمبانيك ممبرين بيخش لجوه يعمل زقزقه او ريتراكتد تمبانيك ممبرين. بص تمبانيك ممبرين ده العادي هو الطبيعي ان هو اهو، بص لما بقى ريتراكتد اتشفط دخل لجوه، نتيجة طبعا ان بقى في نيجاتيفيتي في الضغط اللي موجود في الميدل اير، بقى في مشكلة، بقى في فرق ضغط بين الميدل اير وما هو بره. في الحقيقة ان دي مرحلة التيوب القطار. لما يبدا يحصل انفلاميشن في الميكوزا بتاعه الميدل اير، الانفلاميشن انت عارف ان هو بيبدا يمتد بقى، يعني هو موجود في الميكوزا اللي على اليمين يروح على الشمال ويطلع فوق ويجي تحته، يعني هو ماشي سلسله، سلسله كده، بدا في التيوب طلع على الميدل اير. انفلاميشن في الميكوزا بتاعه الميدل اير، انفلاماتوري سيلز، انفلاماتوري سيلز وانفكشن وخناقه مناعيه وبروتينات، بروتينات وميه وفازو دايلاتيشن وزياده في البرميابيليتي بتاعه الكابيلاريز، فابتدت الكابيلاريز دي تسقط فلويد. الفلويد ده غني بالبروتينات وغني بالخلايا، اسمه ايه؟ اسمه اكسيوديت، اسمه اكسيوديت. لو ما كانش جه في دماغك كنت هزعل قوي والله، والله لو انتوا قاعدين قدامي دلوقتي ومحدش فيكم نطق وقال اكسيوديت كنت هزعل قوي. اكسيوديت ده هو الميه اللي بتسقط من الكابيلاريز، بالبلدي خالص والله، بتسقط من الكابيلاريز مليانه وغنيه بالبروتينات. لو فاكر ايام الباثولوجي كده زمان كان في جدول مقارنه بين الترانسيوديت والاكسيوديت، الترانسيوديت ده كان عباره عن ميه بس، انما الاكسيوديت ده كان عباره عن ميه وحاجات تانيه كتير اللي هي بقى بروتين وسيلز و اكيد افتكرت، اعتقد ان انت افتكرت ايام الباثولوجي زمان. طب الاكسيديت ده لو انت فاكر كده بدماغك بالبديهه هينزل فين؟ هينزل في الميدل اير كافيتي. ميدل اير كافيتي بقت مليانه فلويدز يا دكتور، مليانه اكسيديت. ده انت كنت بتقول لي زمان ان الميدل اير دي الطبيعه بتاعتها ان هي بتبقى مليانه اير، مليانه هواء، مليانه هواء. دلوقتي الهواء ده اتبدل بميه، اتبدل باكسيديت. طالما اتبدل باكسوديت يبقى كده الميدل اير فقدت وظيفتها خلاص، فقدت وظيفتها. الاكسوديت ده وارد ان الانفكشن ينزل فيه، انت عملت سطح ميه، بركه ميه، فالانفكشن ينزل ويعيش، فيتحول الاكسوديت ده البص لصديد. لما يتحول الاكسوديت ده البص لصديد يفضل يتكوم، يتكوم ويكتر، يكتر، يكتر. شايف الريتراكت التمبانيك ممبرين ده؟ لقى ميه وراه عماله تزقه، فيعمل بلج تمبانيك ممبرين، تمبانيك ممبرين ده يبلج لبره نتيجه ان الميه او الاكسيوديت والسابيوريشن والبص اللي هنا عمال يكتر فبيزقه لبره. يفضل يتزق 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 لحد ما يفرقع. فرقع، دي مرحلة اسمها بيرفوريشن.
بيرفوريشن ان التمبانيك ممبرين ده اتخرم. ليه اتخرم؟ ليه؟ اولا ان هو بيتزق بسبب القوه اللي واقعه عليه بسبب الاكسيريت والسابوريشن والباص. تاني حاجه الباص ده عباره عن صديد. يا دكتور صديد؟ اه انت قال لي فعلا الصديد ده بياكل في الخلايا فبيعمل نيكروزس. نيكروزس في التمبانيك ممبرين، عمال ياكل فيه ياكل فيه، فطبيعي ان هو يتخرم. يتخرم دي حكمه من ربنا سبحانه وتعالى بصراحه، وحاجه جميله، حاجه كلنا بنحبها ان التمبانيك ممبرين فعلا يتخرم. لو انت بنظرتك دي بصيت كده هتقول لي ازاي يا دكتور يعني ده اتخرم، ده التمبانيك ممبرين ده طبلت الودن اتخرمت، ده حاجه وحشه. لا هي في الحقيقه في الواقع حاجه حلوه، حاجه حلوه لانها بصراحه خلصتني من الباص اللي موجود في اوضه مظلمه مغلقه ليس لها منافذ، ليس لها منافذ الا البون اللي بيودي على البرين. يعني لو كان كلف البون ده وراح للبرين دي مصيبه اسمها كومبليكيشن اوتايتس ميديا، مضاعفات للاوتايتس ميديا. فمن حكمه ربنا ان التمبانيك ممبرين ده هو اللي بيتخرم وبيطلع الباص ده على الشارع، بيفضي الباص ده على الشارع. خلي بالك لو ما اتخرمش انا بنفسي بخرمه، انا بنفسي بخرم التمبانيك ممبرين ده في العلاج، وهقول لك دلوقتي ازاي، وهقول لك دلوقتي اللي بيحصل كله. نظام التشويق ده جميل قوي ان انا افضل اقول لك اللي بيحصل دلوقتي وبعد كده لما ارجع بقوله لك بقى. انا كده قلت يا دكتور الستيجز بتاعت الباثولوجي بتاعت الاوتايتس ميديا. اول حاجه ان الموضوع بدا زي ما بقول لك بكومن كولد. كومن كولد دخل عمل قطاره، بدا يعمل تيوب القطاره، بعد كده قطاره الاوتايتس ميديا في الميدل اير نفسه الميكوزا، بعد كده بكتيريا دخلت سابيوراتيف اوتايتس ميديا، بعد كده بيرفوريشن، بعد كده ريكفر. اكيوت اوتايتس ميديا كلينيكال بيكتشر بتاعته هنقسم الكلينيكال بيكتشر لستيجز تبعا للباثولوجي اللي احنا لسه شارحينه، ودي فائده بقى الباثولوجي. يعني اول حاجه ان تيوب القطاره سد الاوستيكيان تيوب، سد الاوستيكيان تيوب، فبدا الشخص ده يعاني من تينيتس طنين. سامع زنة في ودانه يا دكتور؟ انا سامع زنة جامدة، سامع زنة جامدة قوي وديفنس، حاسس ان انا مش سامع. ليه؟ زي ما بقول لك ان لما الاوستيكيان تيوب ده بتتقفل بتبدا تفقد الميدل اير وظيفتها نتيجه لتحول الاير او شفط الاير اللي موجود جوه ده، نتيجه كمان ان مفيش اير، فالتمبانيك ممبرين ده بقى ريتراكتد، فالميدل اير فقدت وظيفتها، التمبانيك ممبرين فقد وظيفته. ليه؟ بقى مشدود يا دكتور، بقى ريتراكتد، وده اللي انا هقوله لك دلوقتي في الساينس. تعالى كده نشوف الساينز. الساينز اول حاجه اوتوسكوبي، هخش بالمنظار بتاعي او هعمل بالتيونينج فورك الشوكه الرنانه. بص كده الشوكه الرنانه كانت حاجه اسمها ريني تيست، احنا خدناها قبل كده كتير. الريني تيست ده كان بيفرق بين البون كوندكشن والاير كوندكشن. الاير كوندكشن ده اللي كان بيدخل من الاكسترنال اوديتوري كانال للتمبانيك ممبرين للميدل اير يروح على الانر اير، يعني الموضوع كله توصيله هوائيه. طب البون كوندكشن ده كان عباره عن ان البون بيوصل الصوت نتيجه البون نفسه لحد الانر اير، يبقى توصيله عظميه. عن طريق الشوكه الرنانه انا بقارن بين التوصيل عن طريق البون العظم والتوصيل عن طريق الهواء الاير. المشكله هنا في الميدل اير، ميدل اير اللي مليان هواء والتمبانيك ممبرين اللي هو موصل هوائي. ايوه يبقى المشكله هنا في الاير كوندكشن مش في البون كوندكشن، فبالتالي لما اجي اعمل ريني تيست البون كوندكشن هيبقى بيتر ذان اير كوندكشن، توصيل عن طريق العظم احسن من التوصيل عن طريق الهواء. ودي ساين او جمله لازم تكتبها على طول، كلينيكال بيكتشر في تيوب القطاره، هعمل يا دكتور تيونينج فورك البون كوندكشن هيبقى احسن او بيتر ذان الاير كوندكشن. احفظ بقى الجمله دي عشان هنكررها كتير كمان شويه.
ده بيدل على ايه؟ على ان في كوندكتيف هيرنج لوس، في مشكله في التوصيل. هل في مشكله سنسوري نيورال؟ لا، ما فيش مشكله سنسوري، ما فيش حاجه في الانر اير ولا في حاجه في النرفات، لا ده المشكله كلها في التوصيل. الميدل اير دي كوندكتيف وظيفتها توصيل. تيوب القطاره بالاوتوسكوب، بص كده انا لسه قايل لك مثال الزقزيقه، وان التمبانيك ممبرين بيتشفط يدخل لجوه بيبقى ريتراكتد. بص هو ريتراكتد، ده ريتراكتد تمبانيك ممبرين مشفوط جوه، الميدل اير داخل لجوه. انا عمال اكرر الكلام عشان تفهم وتحفظ معايا الحصه، انا مش عايزك تذاكر بصراحه، يعني ده درس مهم عايزك تركز معايا وتحفظه وانت في الفيديو. تعالى كده نرجع للاول ايام زمان لما كنا بنقول على التمبانيك ممبرين اللي هو باين منه المانوبرين بتاعت الميليوس، وكان في حاجه اسمها امبو، وكان في انتيرو فولد وبوستيرو فولد، وكان مقسوم اتنين بارس فلاسيدا وبارس تنسا، وكان في حاجه اسمها كونو فلايت. كونو فلايت الكلام ده كان اناتومي واحنا شرحناه بالتفصيل. تعالى كده لما التمبانيك ممبرين ده يبقى ريتراكتد، يبقى عامل زقزيقه وداخل لجوه، البوستيرو فولد ده هيبان قوي، الميليوس هتبقى شورتند باينه انها قصيره، الكونو فلايت باين، لا يا دكتور الكونو فلايت ديستورتد. زمان اول ما بدانا خالص قلت لك خلي بالك الكونو فلايت ده او الكونو فلايت ده بيبين لي قوي الامراض، ده لو ديستورتد او في مشكله يبقى في مشكله في الودان. يعني كونو فلايت ده لو ديستورتد انا عرفت ان فيه ريتراكتد تمبانيك ممبرين. فاكر زمان الكونو فلايت ده بيتعمل ازاي؟ كان بيتعمل ازاي؟ الاكسترنال اوديتوري كانال اهي، التمبانيك ممبرين كان عامل معاها زاويه 45، زاويه 45. دلوقتي ايه اللي حصل؟ الزاويه ال 45 ده الضوء كان بيسقط عليها ومع الزاويه كان بيعمل كونو فلايت اللي هو المخروط ده. دلوقتي لما التمبانيك ممبرين بقى ريتراكتد بقى عامل كده، ايه اللي حصل في الزاويه؟ الزاويه باظت ما بقتش 45، فبالتالي الكونو فلايت ما ظهرش، الضوء بتاع المنظار بتاعي ما ظهرش. الاكيوت اوتيتس ميديا، في القطاره الاوتيتس ميديا ده الاستيدج اللي بعد كده على طول، ان الانفلاميشن بقى في الميكوزا بتاعت الميدل اير. اول سيمتوم ديفنس وتينيتس، وده العادي ده الطبيعي، بس المشكله ان هنا في بين، في بين 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 بين. الميدل اير غنيه بالنرفات والميكوزا بتاعتها غنيه بالنرفات، فابتدى الشخص يجي لك بارك، يجي لك بوجع، دكتور انا وداني وجعاني، يا وداني وجعاني قوي قوي قوي. الساين بتاعتها هخش بالاوتوسكوب واعمل تونينج فورك، تونينج فورك هلاقي البون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، سهله دي. طب بالاوتوسكوب، الاوتوسكوب هدخل بالمنظار، ودي اللي انا عايزك تزودها، معلش زودوها عندكم في الكتاب، اكتب لي كارت ويل ابيرنس، كارت ويل ابيرنس. بصوا كده تمبانيك ممبرين ده في من جوه طبقه من طبقات الميوكوزا، يعني الميوكوزا بتحوط الميدل اير وبتحوط التمبانيك ممبرين من جوه. زي ما قلنا زمان ان التمبانيك ممبرين ليه ثلاث طبقات، الطبقه اللي بره سكن، الطبقه اللي جوه ميوكوزا، الطبقه اللي في النص فايبرس لاير. الطبقه اللي جوه ده الميوكوزا ده هيبقى فيها انفلاميشن، يعني كونجيشن، يعني فازو دايلاتيشن. الكونجيشن ده هيبان لي من بره لما انا اخش بالمنظار بتاعي. هيبان ازاي؟ هيبان شبه العجله الحربيه بتاعت احمص بتاعت زمان دي، فاكر العجلات بتاعت الفراعنه؟ فاكر العربيه الكارو؟ العربيه الكارو بتبقى عباره عن دايره كده كبيره ودايره صغيره في النص وما بينهم خطوط، لو مش فاكر العجلات الحربيه. عارف العربيه الكارو اللي هي عربيه بحمار؟ العجله بتاعتها، بص العجله بتاعتها، بلاش العربية الكارو يا عم، عارف السفينة؟ السفينة الدريكسيون بتاع السفينة. شفت العجلة الحربية ده بيسموها الكارت ويل ابيرنت فعلا. بتبقى عبارة عن فينز وكابيلاريز ودم باين لي كده، خطوط اهي. الامبو ده هو الدايرة الصغيرة، فاكر الامبو؟ الامبو هو الدايرة الصغيرة. كونجيشن في الامبو، كونجيشن في الانيلوس حوالين التمبانيك ممبرين وما بينهم الخطوط دي. دي زودوها بالله عليكم، كارت ويل ابيرنس مهمه مهمه مهمه، بتيجي في الامس كيو كتير. صوره برضو مقربه اهي اكتر اهي، العجله اللي بره
او الدايره اللي بره كونجيشن، كونجيشن اللي جوه عند الامبو والخطوط اللي ما بينهم يعني. السابيوراتيف اوتايتس ميديا، السابيوراتيف اوتايتس ميديا ده واحد عنده بقى خلاص، واحد عنده باص جوه الميدل اير، باص جوه الميدل اير، بالتالي هيزود البين الديفنس زي ما هو، تنيت زي ما هي، ممكن يزيدوا شويه ممكن يزيدوا شويه، يبقى عنده بين ثروبنج. اي بين بتاع ابسس بتاع خراب بيبقى ثروبنج، زي ما بقول لك نح نح نح، كان في شوكه 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 بقى في ودانه هنا، ده سابيوراتيف، سابيوراتيف اوتايتس ميديا بين ثروبنج بين. ونزود معاها كلمه فاهم، طبيعي بيبقى في باص في الجسم، بيبقى الجسم كله جنرال كونديشن بتاعته مش مظبوطه، فيفر انوريكزيا هيديك ماليت. الساينز بتاعته بالاوتوسكوب والتيونينج فورك، تيونينج فورك هتشوف ايه؟ هتلاقي ايه يعني؟ ايوه بون كوندكشن احسن من الاير كوندكشن، يبقى دي الجمله اللي انا حفظتها في الاول هكتبها في كله. طب الاوتوسكوب، الاوتوسكوب اخش بالمنظار، زي ما قلت لك ان السابيوريشن والميه اللي موجوده جوه هتزق التمبانك ممبرين لبره، هلاقي بولجنج اير درام او تمبانك ممبرين، بعد ما كان مشفوط لجوه لا ده بقى بولج لبره. بص من نعم ربنا ان السابيوريشن ده ممكن يحصل له بيرفوريشن او ممكن ما يحصلوش بيرفوريشن. كل اللي انا قلته ده في السابيوريشن ده ما قبل البرفوريشن او بيفور البرفوريشن، وده اللي احنا هنشوفه في الكتاب كمان شويه. انا عندي البرفوريشن حصل، البرفوريشن يا دكتور هو عباره عن ديفنس وتينيتس، برضه لسه في ديفنس وتينيتس في بين، بس بيبقى مايلد شويه. ليه مايلد شويه؟ لما التمبانيك ممبرين ده اتخرم الديستشارج طالعه، السابيوريشن والباص طالعه، فبالتالي ما عادش في حاجه بتاكل جوه، مع الانفكشن قل فالباص قل، كل حاجه قلت، فالخلايا المناعيه قلت، الاكسيوديت قل، كل ده قل ليه؟ لانه طالع بره الودن، طالع في الشارع خلاص، طالع بره. البين قل، فاهم قل، لسه فيه الفيفر والانوريكزيا والهيديك والماليزيا جنرال كونديشنز قلت، الديستشارج ده اللي جديد. قبل كده انا ما قلتش ديستشارج، دلوقتي انا بقول ديستشارج طالع من الودن، ليه؟ لان حصل بيرفوريشن. الساينز ان انا هشوف ايه؟ التمبانيك ممبرين هشوفه في بيرفوريشن، البيرفوريشن اغلبه اغلبه اغلب البيرفوريشن اغلب البيرفوريشن بكرر تاني بيبقى في الانتيرو انفيرو بارت. زمان كنا بنقسم التمبانيك ممبرين لبارتس، في صوره هنا للبارتس بتاعت التمبانيك ممبرين عايز اوريها لكم، فاكرين دي البارتس بتاعت التمبانيك ممبرين، كان في البوستيريور وكان في الانتيريور، كنا بنقسمه بخط طول بوستيريور وانتيريور، وبنقسمه بخط عرضي سوبيريور وانفيريور، كان في انتيرو سوبيريور انتيرو انفيرو وبوستيريو انفيرو بوستيريو سوبيريور. طيب الرابشر معظمه او البرفوريشن معظمه بيحصل فين؟ بيحصل في الانتيريور انفيريور بارت. طب لو ما حصلش في الانتيريور انفيريور بارت وحصل فوق هعمل عمليه، ليه؟ لان الانتيريور انفيريور بارت هيطلع ديستشارج. طب لو البرفوريشن ده حصل فوق، يعني ده مع الجاذبيه بيطلع ديستشارج، هل ده مع الجاذبيه وهل ده واطي بحيث ان هو يطلع الديستشارج اللي موجود جوه؟ هضطر اتدخل واعمل بعد كده مارنجوتومي، ودي هنتكلم عنها كمان شويه. تعالى بس انا عايز الديستشارج، الديستشارج اولا هو عباره عن خلايا ميوكوزا مع باص، يبقى اسمه ايه؟ ميوكو بيرولنت، ميوكو بيرولنت، ميوكوزا بتطلع ميوكويد وباص يبقى ميوكو بيرولنت. كتير ولا قليل؟ لا ده كتير، ده اوضه مليانه باص يبقى ده بروفيوز. بالسيتنج ان هو كل شويه يطلع شويه، كل شويه يجمع شويه يجمع شويه فيقوم مطلعه، بعد كده يجمع شويه يقوم مطلعه، ده اسم بالسيتنج. بصوا كده ده دي واحد، اول يوم كان التمبانيك ممبرين عادي، بعد كده التمبانيك ممبرين بدا يحمر، بعد كده يكون صديد، بعد كده على طول بيرفوريشن اتخرم، الديستشارج طلع، الباص طلع، بدأ يعمل عملية الهيلينج بإن يعني البص ضاع خالص، بدأ يهيل التمبانيك ممبرين، بدأ الميكوزا جوه تهيل، بدأ بعد اسبوعين يخف خالص.
يبقى بنعمل من نعم ربنا علينا او من نعم ربنا على الناس اللي عندها اوتيتس ميديا ان بيحصل بيرفوريشن للتمبانيك ميمبري. تريتمنت بقسمه لجنرال وبقسمه للوكال. تعالى كده افتكر معايا الباثولوجي. تعالى كده افتكر معايا الباثولوجي. الباثولوجي كان فيه ايه؟ فيفر، كان فيه حراره، فلازم ادي انتي بايوتيك، حاجات تقلل الحراره شويه. كان فيه وجع، كان فيه بين، يبقى ادي انالجيزك. والموضوع كله كان عباره عن ان في بكتيريا فهدي انتي بايوتيك. كان فيه بوستات منتشر على الفيس، وكان فيه ناس ياما عم بيرددوها ان دور البرد ما ينفعش ان انا ادي فيه انتي بايوتيك. هو ماشي، دور البرد عباره عن فيروس وان انا ما ينفعش ادي انتي بايوتيك، بس في حاجه اسمها سكندري بكتيريال انفكشن. سكندري بكتيريال انفكشن يعني انت ما ينفعش توعي الناس ان الفيروس ما ينفعش اديله انتي بايوتيك. لا، افرض حصل سكندري بكتيريال انفكشن واديت مضاد حيوي، وهتلاقي الراجل بيقول لك، بقول لك يا دكتور، ده انا شفت بوست على الفيسبوك بيقول ان دور البرد ده عباره عن فيروس وما ينفعش ادي انتي بايوتيك. يبقى الموضوع ده ما ينفعش ان هو ينتشر بين الناس، الموضوع ده ينتشر بيننا احنا بين الدكاتره وبين بعض. ليه؟ عشان فيروس ممكن يبقى فيه سكندري بكتيريال انفكشن زي ما انا بقول لك اهو، يبقى لازم تدي انتي بايوتيك. ممكن يبقى فيه اوتيتس ميديا مع دور البرد ده، هتعمل ايه؟ لازم تدي انتي بايوتيك. يبقى الجنرال بتوعي انتي بايوتيك، انالجيزيك انتي بايوتيك. اللوكال هدي اول حاجه نيزل دروبس دي كونجستنت. ايه دي؟ عارف الاوترايفين؟ عارفين الاوترايفين اللي هي بتتحط في المناخير دي؟ دي كونجستنت، تعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل. لما تعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل بتفتح الاوستيكين تيوب. لما تفتح الاوستيكين تيوب ده اللي موصله على الاير، اللي موصله على الميدل اير، لما تتفتح هتدخل الهواء جوه. فانا عالجت الموضوع شويه. اسمها ايه؟ اسمها اوترايفين. دي موجوده في السوق يعني، اكيد كلكم عارفينها، كلنا خدناها. نيزل دروب دي كونجستنت، بس هي مشكلتها انها بتتاخد 5 ايام بس، اكتر من 5 ايام ممكن تعمل مشاكل. جليسرين فينول اير دروب. جليسرين فينول، الجليسرين ده ماده بتشفط الميه. اولا الفينول ده، ايوه الفينول ده زمان كنا خدناه في الشرع لو فاكرين، في التوكسو. التوكسو كنا بنقول فينول ده لوكال انستيزيا، كان ليه تأثير فعلا ان هو لوكال انستيزيا، كان بيبنج المنطقة اللي هو فيها. فلما احط اير دروب جليسرين فينول هعمل هنا بنج وكمان اشفط الماية، فقلل الاديمة، قلل الكونجشن. اخر حاجة خالص ان انا بلجأ ليها المارنجوتومي. المارنجوتومي دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بدخل بالمنظار بتاعي وبالسكينة بتاعتي، اسمها سكينة المارنجوتومي. هي عملية بسيطة خالص، بخش اخرم انا خرم في التمبانيك ممبرين. يعني لو ما حصلش برفوريشن بعمل انا برفوريشن بايدي. احسن برفوريشن بيتعمل في البوستيريور انفيريور بارت. بص، بوستيريور انفيريور بارت اهو، عشان طبعا مع الجاذبية يبدا يطلع الديستشارج. وبركب حاجة اسمها ستنت. ستنت حاجة عبارة عن انبوب بدخله في الفتحة اللي انا فتحتها دي، واسيبه جوه ودن العيان. ليه؟ عشان يطلع الديستشارج اللي موجود جوه. بص اهي، دي ستنت اهي، انبوبه جوه البرفوريشن اللي انا عملته، وده التمبانيك ممبرين. دي اسمها ايه؟ مارنجوتومي. بيبدا طبعا الديستشارج يطلع، بيطلع بقى على الاكسترنال ايد ويطلع في الشارع. اخر حاجه عندنا الاوتيتس ميديا في التشيلدرن. الاوتيتس ميديا في التشيلدرن اكيوت بالذات، هي مور كومون في التشيلدرن وليها اسباب، مور كومبليكيشنز ليها اسباب، ليس كومونلي دايجنوزد وليها اسباب. تعالى كده على المور كومون ده. اول حاجه هو عباره عن طبعا نفس الموضوع، ميكوزال انفلاميشن في الميدل اير كليفت، والكوزيتيف اورجانيزمز زيها بالظبط اللي هي بتساكن في كلمه سهم، ستافو ستريبت والهيموفيلوس والمراكزل. مود اوف ترانسميشن نفس الموضوع، بس هنا البريديسبوزنج فاكتور اللي مخليه الموضوع في الاطفال اكتر واخنق، بيخنقك انت شخصيا واعنف، يعني مور كومبليكيشن،
البريديسبوزنج فاكتور دي اللي بنسكمها في ARTER اللي هي ارتر يعني اللي في الكوره ارتور اللي هو بتاع اليوفي ده. ارتر اول ايه ادينويد. معظم الاطفال او في اطفال كتير قوي بيتولد عندهم اللحميه لا الادينويد. الادينويد دي بتبقى موجوده فين؟ في النيزوفاركس. موجوده في النيزوفاركس. لما بتبقى موجوده في النيزوفاركس بتسد فتحه الاوستيكين تيوب. لما تسد الاوستيكين تيوب تبدا تعمل مشاكل وتكسيميا. الار RTI يعني ايه RTI؟ Respiratory Tract Infection. مين المور كومون اكتر ان هم يجي لهم ابر Respiratory Tract Infection؟ الاطفال ولا الكبار؟ لا الاطفال. الاطفال يعني ده حاجه اكيد وحاجه بديهيه. الاطفال بيبقى مور كومون في مشاكل الابر Respiratory Tract Infection الجهاز التنفسي العلوي RTI. تاني حاجة او تالت حاجة التيسنج. الـ RTI معلش حاجة اخيرة انا لسه قايلك من شوية ان الـ most common cause او الـ most common etiology او المشاكل بتاعت الـ otitis media كلها بتبقى جاية من الجهاز العلوي التنفس. تيثنج. تيثنج في الاطفال او بيسموه التسنين. التسنين ده بياخد كل المينرالز اللي موجودة في الجسم، بياخد كل الفيتامينز اللي موجودة في الجسم. لو شفت طفل قبل كده بيسنن هتلاقي ان هو تعبان، مرهق، موجوع، عمال يعيط، عمال يزن. بياخد السنان بتاخد كل المينرالز والفيتامينز اللي موجودة في الجسم عشان تبدأ تتكون. الاوستيكين تيوب زي ما اتكلمنا قبل كده في الاناتومي زمان قوي زمان قوي اتكلمنا ان الاوستيكين تيوب دي في الاطفال بتبقى اولا. ايوه حد في ناس هتقول اكيد يعني في ناس هتقول والله تبقى مور ترانسفيرس اولا، ثانيا تبقى وايد تبقى واسعه. لما تبقى واسعه بتبقى مرتع شويه للانفكشن. ريجرجيتيشن ودي عبارة عن ان الطفل لما بيرضع لبن صناعي ممكن يرجع. ترجيع ده او الفوميتس ده بيطلع من الاستومك يفضل يطلع من البق. ممكن يطلع من البق بس ممكن كمان يطلع فوق للنيزوفاركس فيعدي يطلع من المناخير. فبالتالي لما يوصل للنيزوفاركس ممكن يروح عن طريق الاوستيكين تيوب للميدل اير. طب ما الفوميت ده دكتور ترجيع يعني انا اسف في اللفظ بالبلدي ترجيع مش ممكن يعمل انفكشن؟ يعمل انفكشن. يبقى انا دلوقتي الاوتايتس ميديا في التشيلدرن بتبقى مور كومون مور كومبليكيشن بسبب ان في بريديسبوزنج فاكتور كتير قوي زي ارتر الاي ادينويد الار تي اي او الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن مور كومون في التشيلدرن. التيثنج التسنين تيسنج بعد كده الاوستيكين تيوب وتكتب لي الاوستيكين تيوب في الاطفال مالها ريجرجيتيشن الفوميتنج طبعا والترجيع والحاجات دي. الاوتايتس ميديا في التشيلدرن ليها كلينيكال بيكتشر ممكن تكون مختلفه شويه عن الكلينيكال بيكتشر بتاعه الكبار بس مش عايز الكلينيكال بيكتشر قوي قد ما انا عايز موضوع انا قلته برضو زمان موضوع ان التمبانيك ممبرين في الاطفال بيبقى سك تخين فبالتالي نعمه البربوريشن مش موجوده في الاطفال للاسف لان التمبانيك ممبرين تخين فما بيتخرمش بسهوله فعمليه الريكفري بتبقى صعبه قوي في الاطفال. عمليه ان الميوكوزا والانفلاميشن والباص والحاجات دي هتهيل بصعوبه وبصعوبه جامده. هتهيل بسرعه في الكبار ماشي عشان في بيرفوريشن انما هنا في الاطفال مفيش بيرفوريشن. الباص ده هيفضل موجود في الاوضه المغلقه. الباص ده هيفضل موجود في الميدل اير هيفضل يعمل مشاكل هيفضل ياكل في العظم هيطلع فين؟ هيطلع على البرين. انا لسه قايل لك من شويه والله هياكل في العظم ويطلع على البرين يطلع في اي حته يطلع فيها يعمل هنا من نصايب كومبليكيشن. ده درس لسه هناخده. يبقى في الاطفال البرفوريشن انا اللي عامله بايدي كلينيكال بيكتشر سيمبتومز جنرال شويه زياده في الاطفال لان الطفل مش هيجي يقول لك ودني بتوجعني انا مش حاسس بودني ودني السمع قل. الطفل مش هيجي يقول لك كده فالطفل هيعمل ايه؟ هيعيط. هي دي مشكله الاطفال هيعيط. اعرف انت بقى بيعيط ليه. جنرال فيفر ريجورز
فوميتنج دايريا، دي اعراض كلها جنرال مانيفستيشن. كونتينيوس كراينج يفضل يعيط، هتلاقيه لوكال عمال يعمل كده في الاير بتاعته، عمال يشد ودانه. ساينز اوتوسكوبي هتلاقي كونجيشن، هتلاقي ايه ابسنت كونو فلايت، وده اللي احنا لسه قايلينه من شويه في التمبانيك ممبرين، وقلت لك مفيش برفوريشن هنا لان الاطفال بيبقى التمبانيك ممبرين بتاعهم سك. زائد ان الاطفال تبقى لهم يونتي، المناعه بتاعتهم مش زي مناعه الكبار. بص هنا في التريتمنت انا كاتب لك نفس التريتمنت جنرال ولوكال، بس عامل لك علامه صح وتظليل على مارينجوت، على المارينجوتومي، لان ده لازم اعمله، لازم ادخل انا وافتح فتحه واحط ستنت. البروجنوزيس ريكفري بيعتمد على اديكو تريتمنت، ان انا بدي دواء كويس، دواء مضاد حيوي كتير، دواء مضاد حيوي قوي مناسب للاورجانيزم اللي عنده، ببدا ان انا اعالج بانتي بايريتيك انالجيزيك، انه المهم ان انا بدي علاج كويس. جود اميونيتي بتاعت العيان، الاميونيتي بتاعت العيان بتتحكم في سرعة شفاء، سرعة شفاء، وكمان عدم ظهور الكومبليكيشن. يعني الاميونيتي بتاعت العيان مهم، انا من شويه لسه قايل لك ان الاميونيتي لو قليله بريدسبوزنج فاكتور للمرض نفسه والكومبليكيشن اللي موجوده في المرض ده. لو فيرولنس اورجانيزم، لو فيروس مثلا قليل، مش اللي هو فعاليته او قوته قليله. الكومبليكيشن هنا ديكو تريتمنت، اميونيتي قليله، هاي فيرولنس اورجانيزم، وده العكس بالظبط، ده العكس بالظبط. تعالى كده بقى للكتاب، زي ما قلت لك هنا في التايبس في اكيوت وفي سب اكيوت وفي كرونيك. بالله عليك هتزود لي بس الاوقات، الاوقات بتاعتهم، وهتزود لي الاونسيت بتاعتهم. الاكيوت اوتيتس ميديا انسيدنس بتاعتها مور كومون فين في الانفنت والتشيلدرن. الكوزيتيف اورجانيزم هتكتب لي عليهم هنا كلمه سهم، سهم. الروت، الروت زي ما قلت لك بيجي في الاستيكن تيوب او الدرام او عن طريق الاكسترنال اوديتوري كانال، يعني من الدرام. لو الدرام فيه بيرفوريشن، سواء ان الدرام ده اتخرم مثلا والشخص ده بينط في حمام سباحه وهو بيستحمى وهو بيعمل اير ووش، الدكتور بيعمل له اير ووش فخرم التمبانيك ممبرين، دخل الانفكشن جوه، او عن طريق براد ستريم، وده رير جدا. الباثولوجي، اول حاجه في الباثولوجي الاوستيكيان تيوب اوبستراكشن، ان الاوستيكيان تيوب بتتقفل. بعد كده الكتارا الاوتايتس ميديا، الانفلاميشن ده بيطلع على الميوكوزا اللي موجوده في الميدل اير. بعد كده مرحله السابيوريشن، تكوين الباص وتكوين الانفكشن والسكندري بكتيريال انفكشن. بعد كده مرحلة الريزوليوشن، وهي مرحلة ان الشخص ده بيخف، بيخف اعتمادا على ايه؟ انا لسه لك من شوية الفيرولنس بتاعت الاورجانيزم والاميونيتي وعلى العلاج اللي انا اديته. كلينيكال بيكتشر، اول ستيج الاوستيكين تيوب اوبستراكشن. بعد كده زود لي، معلش انا زود لي الاوتوبسي، الاندوسكوب بتاعي. لما بعمل الاندوسكوب بلاقي ايه؟ ريتراكتد تمبانيك ممبرين، ريتراكتد تمبانيك ممبرين، زودها معلش. عايز ازود كلمه بس في موضوع الدفنس، موضوع الدفنس زي ما بقول لك، لما التمبانيك ممبرين ده بيبقى ريتراكتد، بيبقى مشفوط، مشدود، مشدود، هل حركته هتبقى زي هو طبيعي مرتخي؟ لا، الحركه بتاعته هتقل، بدل ما كان بيتحرك كده كده، لا هيتحرك كده. ليه؟ لانه بقى مشدود، فبالتالي كل ما يتشد اكتر كل ما الديفنس يزيد اكتر، كل ما عدم السمع يزيد اكتر. يعني الموضوع مش مجرد ان الميدل اير بس اللي بايظه، لا لا، ده التمبانيك ممبرين كمان هو بيبوظ. كتارا الاوتيتس ميديا، الستيج بتاعت السابيوريشن قلت لك قبل البرفوريشن وبعد البرفوريشن، ستيج اوف ريزوليوشن. الفيت بتاعت الاكيوت اوتيتس ميديا اما تخف تماما ويحصل هيلينج للميوكوزا بتاعت الميدل اير والتمبانيك ممبرين، وبعد كده الشخص ده يخف ما يبقاش عنده اي حاجه. يا اما كومبليكيشن تحصل، ولسه ده درس لوحده هنتكلم فيه. الانكمبليت ريزوليوشن ريزيدوال ديفنس، عن طريق ان هو يتحول من اكيوت لكرونيك، من اكيوت لكرونيك، او ريزيدوال ديسشارج،
قلت لك من شويه ان البرفوريشن ده لو هاي او سمول برفوريشن بيبقى ايه؟ هاي او سمول برفوريشن ما بيطلعش. لو هاي او سمول برفوريشن، لو الموضوع صغير او عالي او الجاذبيه مش عارفه تطلع ديسشارج ده، انا بدخل بقى ساعتها اعمل موضوع ان انا بعمل برنجوتومي واعمل انا برفوريشن بايدي. تاني حاجه لو في ماستودايتس، الماستودايتس هنا عايزكم تركزوا فيها شويه. الماستودايتس دي الماستويد اير سيل، ايوه اير سيل. طب الاير سيل دي لو فيها بص، لو دخل فيها بص، كان زمان بقول لك ان الاير سيل دي عباره عن ريزرفوار للاير، مخزن للهواء، لما الهواء بيخلص هي بتطلع هواء تدخله في المدلير. طب دلوقتي بقت مخزن للباص، لما الباص ده بيطلع من المدلير بقى يرجع تاني من الماستويد. يبقى لو في ماستودايتس تعمل ريزيدوال ديسشارج. تريتمنت عرفناه، وعرفنا كمان موضوع الاوتيتس ميديا في الانفانت كويس قوي. كلينيكال بيكتشر وتريتمنت، علمني هنا على مارنجوتومي. باذن الله الحصه الجايه هناخد امراض تمبانيك ممبرين، وهناخد معاه الكرونيك اوتيتس ميديا. باي.